السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شباب ان شاء الله نتعلم تقنية مهمة جدا من تقنيات قتال الشارع. التقنية شباب زي ما احنا شفنا شباب حركة الخنق. كتير يا شباب مننا بيتعرض للحركة ديت، سواء يا شباب حد خانقني من ورا بالشكل ده او بالشكل الاحترافي. اوكي بالشكل عموما. دلوقتي اول قاعدة لازم تتعلمها please don't panic. panic بالانجلش يعني الهلع، وكلمة الهلع هديكم مثال. اخونا محمد حط ايدك عليا، بص اهو هيتخنق. هو ده الهلع. انت معاك تقريبا من 10 ثواني ل 20 او 30 ثانية لو ما لحقتش نفسك طبعا بالسلامة، لكن الحركة دي للأسف ما فيهاش 30 ثانية، انت اخرك بكتيره كده 10 ثواني او اقل كمان. لو لا تهدى لازم يا شباب تفكر هتعمل ايه، لازم يكون عندك فرد انفعالي يا شباب. يبقى اول ما احس بخنق هنا اول حاجه اعملها دقني، لان عظمه الدقن شباب قويه جدا، تضغط على ايده هو، بعدين ايد الاثنين هتنزل ايده بقوه بالشكل ده. لازم يا شباب بقوه احاول اقلل البريشر على القصبه الهوائيه مجرى التنفس. بعدين بقى هلف حركه دائريه برجلي، لما اتجاه اليمين او اتجاه اليسار، او يا شباب بالشكل ده هلف وراه، ولازم اخلي قدمي وراه هو، يعني لازم تكون قدم هنا وراه بالشكل ده، وانا كده هدفع بقوعي، هدفع بطني وهدفع جسمي بقوه جدا اهو علشان اوقعه. برافو محمد تاني. اوكي يا شباب، يبقى اول ما احس بخنق هنا اهو على طول انزل دقني وايدي، احاول اقلل الضغط. بعدين اهو بصوا كده الف ازاي، اهو لفيت احتك بيه، طبعا هو بيقاوم معايا فانا لازم اقاوم واروح معاه. اهو رجلي فين؟ وراه، وانا منزل ايده اضغط بقوه اهو اوقعه. طيب احيانا ممكن تلاقي رجله بالشكل ده، تمام؟ بس قبل ما نشرح الحركه ديت بصوا لفه الرجل ازاي؟ بالزاويه الخلفيه، تعالى يا محمد لورا. اهو يا شباب نزلت ده، رحت لفيت بصوا ازاي؟ لفيت يا اما من هنا يا اما من هنا، وبعدين ايه؟ اهو ضغطت. عاش يا محمد، اتفضل. طيب احيانا ممكن تلاقي حركه رجل برضه عامله كده. اتفضل يا محمد، حركه رجلك الثانيه. لو حركه رجلك على كده، لو حركة رجلك يا شباب برضه بالشكل ده نفس النظام، نزل ايد واضغط واحاول الف ورا اقرب رجلي. فين اقرب رجلي؟ اللي هي دي، تلف ورا بالشكل ده كده اهو، ها واضغط برضه بقوة. دي التقنية الأولى يا شباب. هل هي صعبة؟ مش صعبة، سهلة جدا. هنيجي للتقنية التانية. التقنية التانية يا شباب هركز إن أنا هقلع صوابعي. حلوة هقلع صوابعي. اتفضل يا محمد. يبقى نمبر 1 عندك نفس النظام، نزل الدقن على طول، نزل الدقن وامسك بايدك، دي اول قاعده عندك. بعدين وانت بتضغط كده سيب ايد، يعني امسك بايد وسيب ايد واحده. الايد دي تحاول تجيب بقى ايه؟ اي صابع. بصوا كده قرب زوم يا حليم اهو، احاول ارجع لورا واشد اي صباع اهو، بصوا اخلع كده اي صباع بقوه اهو بالشكل ده، واروح سايب الايد الثانيه وجايب ايد الثانيه بالشكل ده اهو. مجرد ده هلف بقى اش هضرب في مناطق الضعف زي الوجه زي الخصيتين، تمام؟ تاني يا شباب مخنوق على طول اهو منزل كده عشان ايه؟ عشان ايده ما تجيش عند الحنجره. هسيب ايد اهو واحده واحاول اجيب اي صباع، امسك جوادي يا احمد شويه اهو، احاول ايه؟ اشيل اي صباع اهو اهو ايده هسيب معايا اهو بقوه، وانا كده الفل واحاول الفل كده اهو واشيل ايدي التانيه، اما مجرد ما قربت اهو اضرب في مناطق الضعف، اضرب في الوجه، اضرب بالكوع، اضرب برقبة تانية، تمام؟ كده يا شباب دي التقنية التانية. بس في أخطاء شائعة بتتعمل. الأخطاء الشائعة اللي بتتعمل بقى، اتفضل يا محمد، إن ممكن حد يخنقك وتروح أنت جاي لقدام كده. ده غلط، أوعى تيجي لقدام كده. دايما تحاول تخلي جسمك إيه؟ عمودي. حاول دايما تخلي جسمك إيه؟ عمودي بالشكل ده، لكن ما تجيش لقدام كده، ده مش مظبوط. حاول تخلي جسمك إيه؟ عمودي. أوكي، هنيجي بقى للطريقة التانية. الطريقة التالتة شباب من ضمن الطرق المفضلة جدا بالنسبة لي، تمام؟
بالشكل ده. ارجع يا محمد، اول ما احس بخنق اتفضل على طول اهو انزل الايد واضغط بيه دقني زي ما اتفقنا في كل الحركات. لكن هنا لو فضلت اضغط جامد وما اتصرفتش هموت، هتخنق. قوه ايده يا رب ضغط عليها بقوه وحاوطني من كل مكان زي السنيك زي القفا. قفا صح؟ طيب بعدين بقى هرفع ايدي الاثنين بالشكل ده اهو، وهاجي عندي راسه هو عند الدقن وعند الوجه اهو، يا ربي عند الدقن سوري وعند خلفيه الراس واخره الراس. طبعا هم هنا ايه بيضغط عليا بقوه لاني سبت ايدي، فالكلام ده بيتم فلان وستين ثانيه. اروح لافف راسه للخلف كده اهو، لف ده ليه كده كده انزل معاه عش عش وهكذا. تمام تاني اتفضل يا محمد. بص رافف الراس يا حليم، عاوزك تركز قوي على الموضوع وما تبرز الراس ده. طب يا محمد الزاويه ديت اهو يا شباب، نزلت كده بسرعه تمام عشان اقلل الضغط. بعدين رحت اهو رفع جيت كده بايدي الاثنين عند الدقن وعند خلفيه راسه اهي اهي، هلف الحركه دي اهي. بصوا ازاي اهو من الاعلى للاسفل كده اهو ونزل وهضرب بقى ايه ضربات متتاليه. اوكي ماشي، روح يا محمد انت امسك الكاميرا تعالى يا حليم. اوكي شباب بسرعه هنشوف الثلاث تقنيات على حليم. اوكي اول تقنيه مسك حليم اهو نزلت بالشكل ده تمام، بعدين هلف بالك دي وانزل عش 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 بوم، بلف برجل القدم تمام. تاني مره ارجع يا حليم، تاني مره يا شباب. اول ما الاقي الضغط جاي عليا اهوت اهو نفس النظام انزل واسيب ايده واحاول اجيب ايه اهو صباع والف عنده اهو الف اش 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 وهكذا. وهضرب ضربه ثانيه في نقطه الضعف. تالت تقنيه يلا يا حليم، نفس النظام اهو هضغط بقوم معاه هطلع اهو وهجيب الدق يبقى هيبقى كلمه الدق والتاني الراس اهو وهلفه كده اش اش اش. والله انت حليم بتلعب كام يا حليم؟ كيك اب يلا كيك اب عش عش. دول يا شباب اهم ثلاث طرق في حركات الخنق. لو واحد خنق كده تتصرف ازاي؟ تمام؟ اتمنى تكون استفدنا، وما ننساش نعمل سبسكرايب لايك شير يمكن تنقص حد بني ادمين، وان شاء الله انتظرونا الفيديو القادم. عش عش كتر مفتري.